السلام عليكم. ان شاء الله الفيديو ده هشرح مشروع كويس جدا اللي هو مشروع الريل تايم كلوك او ديجيتال كلوك اللي هو مشروع الساعه الرقميه. والمشروع دوت كويس علشان بيلم درايفرز كتير، يعني علشان تعرف تكتب الكود بتاع المشروع دوت لازم تكون كتبت درايفرز للدي اي او والكيباد والال سي دي والسيفن سيجمنت والتايمر. تمام، هتلاقوا في الديسكربشن بتاع الفيديو في الكود بتاع المشروع دوت وفي البرودكت ديزاين بتاع المشروع دوت. طب فكره مشروع الساعه ان انا هيبقى عندي في الاول 6 ديجيت او 6 7 سيجمنت، بحيث اول 2 7 سيجمنت او اول 2 ديجيت بيمثلوا الثواني، وهيبقى بيتعرض عليهم الثواني من 0 ل 59 ثانيه، لان الثواني بتتراوح من 0 ل 59، عشان كده احتجت 2 ديجيت. وال 2 7 سيجمنت اللي بعدهم او ال 2 ديجيت اللي بعدهم هيبقوا خاصين بالدقائق، وهيبقى بيتعرض عليهم الدقائق من 0 ل 59 دقيقه، فيبقى بيتعرض عليهم من رقم من 0 ل 59، علشان كده برضه احتجت 2 7 سيجمنت. واخر 2 ديجيت او اخر 2 7 سيجمنت دول خاصين بالساعات، وهيبقى بيتعرض عليهم رقم من 0 ل 23، لان الساعات بتتراوح من 0 ل 23 ساعه. تمام، في الاول خالص اول ما هترن هتلاقي الثواني هي اللي عماله تزيد، والدقائق معروض عليها 0 دقيقه، والساعات معروض عليها 0 ساعه، لكن الثواني هي اللي عماله تزيد اهي، 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني وهكذا. طب امتى الدقائق هتتغير وامتى الساعات هتتغير؟ اول حاجه هي الثواني بقت 10 ثواني 11 ثانيه وهتفضل شغاله كده. اول ما الثواني هتوصل 59 ثانيه، ففي الثانيه اللي بعدها هتلاقي الثواني ديت اتصفرت والدقائق بقت 01، الدقائق بقت دقيقه، لان دلوقتي هيبقى فات دقيقه، والثواني طبعا هتبدا تعد من اول ثانيه تاني. لما الثواني هتوصل تاني 59 ثانيه تاني، ففي الثانيه اللي بعدها الثواني هتتصفر والدقيقه هتبقى 02، اللي هو هيبقى فات دقيقتين، لحد ما الدقايق توصل 59 دقيقة. فلما الدقايق توصل 59 دقيقة والثانية تبقى 59 ثانية، فالثانية اللي بعدها الثانية هتبقى 0، الدقايق هتبقى 0، والساعات هتبقى 01، بحيث يبقى فات ساعة. تمام، لو لاحظتوا وقارنت دلوقتي المفروض فات كام ثانية؟ المفروض فات دلوقتي هو 38 ثانية. لو بصيت هنا هتلاقي برضه فات اهو، لو هنا 40 ثانية هتلاقي هنا 40 ثانية، هنا 42 ثانية هتلاقي هنا 42 ثانية. لو قارنت ما بين الرننج تايم وقت الرننج تايم بتاع السيميوليشن هتلاقيه هو نفسه الثواني. ففعلا المشروع دوت هو مشروع ساعه بالظبط. ممكن تلاقي مثلا فرق بالكثير قوي، يعني بص دي 51 اهو وهنا 51، ممكن بالكثير قوي تلاقي فرق مثلا في 500 ملي سكند، اللي هو الوقت اللي حصل فيه انيشاليز للال سي دي والكيباد وال7 سيجمنت وكده، يعني بالكثير قوي مثلا شفت 500 ملي سكند. بص هنا اول ما بقت 59 ثانيه دي هتبقى 0 ودي هتبقى 01، دلوقتي فات دقيقه ويبدا بقى يعد الثواني تاني. فزي ما بقول لك اهو، ادي هو مثلا الرننج تايم اهو دقيقة وخمس ثواني، هنا دقيقة وخمس ثواني، دقيقة اهو وخمس ثواني. لو في زي ما قلت لك مثلا شيفت هتلاقيه شيفت في 400 500 مللي سكند، اللي هو الوقت اللي فيه حصل انيشاليز بقى للتايمر وانيشاليز للكيباد وانيشاليز للال سي دي وانيشاليز لل7 سيجمنت، اللي هو الوقت بس الانيشاليز اللي في الاول. لكن غير كده ده مشروع فعلا ريل تايم كلوك، مشروع ديجيتال كلوك، الوقت الحقيقي اللي بيفوت ادي هو فات دقيقة 21 ثانية، فعلا هو فات دقيقة 21 ثانية. فهو فعلا مشروع ريل تايم كلوك. دلوقتي اول ما هتلاقي ان الدقايق وصلت، اول ما تلاقي الثواني وصلت بقت 59 ثانيه تاني، ففي الثانيه اللي بعدها هتلاقي ان الثواني اتقلبت بقت 0 والدقايق هتبقى دقيقتين. طبعا زي ما قلت لك اول ما الدقيقه توصل 59 دقيقه هتقلب 0 والساعات هتبقى 01. لما الساعات توصل بقى 23، فلما دي تبقى 23 دي تبقى 59 دي تبقى 59، ففي الثانية اللي بعدها هتبقى 0، دي هتبقى 0، ودي كمان هتبقى 0، لأن بعد ال 23 الساعات بتقلب تاني كام؟ الساعات بتقلب تاني 0. قبل ما أقول لك بقى الخاصية اللي بعدها اللي هي خاصية برضه أنا حاططها في المشروع دوت، تعالى بس نشوف آخر حاجة، إن الثانية توصل تبقى 59 ثانية، في الآخر تتقلب دي هتبقى 02، يعني دي لما توصل تبقى 59، في الثانية اللي بعدها دي هتبقى 0 ودي هتبقى 2، بحيث يبقى فعلا فات دقيقتين. لكن طبعا الساعات ستيل 0 إن هو لسه ما فاتش ولا ساعة. فأدي هو 58 59، الثانية اللي بعدها دي هتبقى 2 ودي هتبقى 0، وهتبدأ تعد من الأول للتاني خالص. وفعلا دلوقتي فات كام؟ هتلاقي فعلا فات دقيقتين وأربع ثواني، اللي هو دقيقتين وأربع ثواني. أنا كمان حاطط إمكانية في المشروع دوت اللي هي الموجودة في الحقيقة، إن أنا ممكن أظبط الساعة في أي وقت، مش أنت الساعة بتاعتك ممكن تيجي تظبطها في أي وقت وتظبطها على الوقت اللي أنت عايزه. فأنا هنا مظبط إن أنت بقول لك بريس 1 تو سيت الكلوك، لو عايز تظبط الساعة تعالى على الكيباد واضغط على واحد. فانا لو جيت على الكيباد ودوست على اي رقم غير الواحد، دوست خمسه مثلا، هتلاقي طلع لك هنا رونج تشويس ويرجع لك تاني بيكمل عد اللي هو دقيقتين و22 ثانيه وهكذا.
فلو دوست اي رقم غير الواحد هتلاقيه بيقول لك رونج تشويس، وهتلاقيه ان هو بيرجع يكمل عد تاني في ريل تايم كلوك. طب امتى تدوس على واحد؟ هتدوس على واحد لما انت تكون عايز تظبط الساعه، انت شايف الساعه مش مظبوطه وانت عايز تظبطها زي ما بيبقى موجود في الحقيقه. فانا لو عملت بريس على 1 دلوقتي اهو هيقول لي طب انت عايز الاورز تبقى كام؟ اقول له عايز الاورز مثلا تبقى 6، يبقى 6 ساعات. طب كام مينتس؟ هقول له انا عايز المينتس مثلا تبقى 59 دقيقه. هيقول لي طب عايز كام سكند؟ اقول له عايز السكند مثلا تبقى 45 ثانيه. بص دلوقتي بقت فعلا 6 ساعات 59 دقيقه 45 ثانيه، وهتلاقي الثانيه عماله تزيد. دلوقتي الثواني لما هتوصل 59 ثانيه دي هتتصفر، وطبعا دي هتزيد واحد، فلما تبقى 59 دقيقة وازود عليها واحد هتبقى هتلاقي ان قلبت زيرو، والساعات هتلاقيها بقت زيرو سبعة. انا قصدي اعمل المثال ده عشان اوريك ان الساعات هتزيد دلوقتي. بص بقت 59 ثانية اهي، دي هتقلب زيرو، دي هتقلب زيرو، ودي هتبقى 7 ساعات. ممكن اظبط الساعة اللي انا عايزه، هدوس واحد تاني واسيب الكلوك، اظبط الساعة مثلا انها تكون 11، الساعة 11، المينتس تكون 23 دقيقة، السكندز تكون مثلا 52 ثانية. بص السكندز هي 52 ثانية، 23 دقيقة، 11 ساعة، دي هتوصل تبقى 59 ثانية. هتلاقي دلوقتي الدقايق بقت 24 دقيقة، هتلاقي الساعات ستيل 11 ساعة. بص بقت 59 ثانية اهي، دي هتبقى 24 دلوقتي، ودي 11 ساعة، والثواني تبدأ تصفر من أول وجديد. فده كده مشروع ريل تايم كلوك. هو هتلاقي ان هو فعلا عمال يعد بالظبط شبه الوقت الحقيقي بتاعك. تقدر ان انت تظبط الساعه على الساعه اللي انت عايزها. وانس ان انت ظبطت المشروع دوت على ساعه معينه هيبدا ان هو يكمل من الوقت اللي انت ظبطته. فده كده مشروع ريل تايم كلوك كامل، هو مشروع كويس جدا. شكرا.